صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنه 2024 حول تنظيم التجاره فيما يتعلق بالموزع المعتمد بما يكفل تعزيز وتشجيع التنافسيه لصالح المستهلك وزياده تمكين التاجر البحريني من توفير السلع والخدمات وتنميه الاقتصاد الوطني وذلك بناء على عرض وزير الصناعه والتجاره وبعد موافقه مجلس الوزراء.